يشاركوها في جلسات المحاكم أمام قاضي التحقيق، أمام النيابة العامة، وليس في فندق خمس نجوم. هذيك الندوة كانت اسمها ندوة تحدي القانون، ندوة تزييف الحقائق، ندوة الحقيقة المبتورة. فمعي كل الأحكام التي تثبت إدانة موكلته. سبب الندوة أختي صحيح؟ سبب الندوة أنا اليوم في رد، أنا ندوة سميتها الحقيقة الكاملة، هي رد عن الندوة التي كانت يوم 28 فبراير، ندوة كان موضوعها 4 ساعات سعيدة شرف. ندوة كان فيها القاضي والمحامي والنيابة العامة وكل شيء، وأقصد بالذكر السيد النقيب بوعشرين، لأنه أنا ما كنت غندير لا ندوة ولا غيره، تبعت طريق القانون ومشيت في حالي، وكنت تنط وكنشوف من بعيد. والآخرين كانوا شافوها في البروجيكتور، ولكن إلا بغيتوا لأنه سهل جدا نعطيها لكم. أنا غير باش نقول لكم اختصارا، لأنه درت الندوة السابقة تم فيها تحليل وإعطاء كل الدلائل، ولكن باش ما نقصي حتى شي واحد نبغي نقول لكم دنيا باطمة تمت متابعتها، لأنه واش خرج قال لكم؟ قال لكم بأنها بريئة. أنا أختار أنكم ثم تسولوني ونجاوب أحسن من الأحسن. هل هي بريئة؟ ماشي كتبادلي، راه القانون هذا، راه ملي كتقراي كتلقاي باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في كل المحاكم، لا الابتدائية ولا الاستئنافية ولا الجنائية ولا ولا ولا. دنيا باطمة ثبت عليها كاين صك الاتهام، صك الاتهام في المحكمة فيه 6 ديال الجنح، ركزوا معايا. هاد الجنح ابتدائيا شنو كان فيها؟ هاد التهم اللي غنقول دابا، ولا أخنع ولا أركع إلا لربي. السيد النقيب بوعشرين كيقول بأنها بريئة، وشنو جاب لكم التعليل؟ جاب لكم التهم التي أسقطت عنها، يعني التهم اللي أسقطت عنها، بينما ابتدائيا أنا أعطيكم 6 ديال التهم، وغادي نقول لكم التهم التي ثبتت حقها، وشوفوا واش هادشي عنده علاقة بحمزة مومبيبة ولا لا. أنتم حكموا، أنا بالإعلام يحكموا، الحمد لله كلكم راكم واعيين، والرأي العام كلشي عارف، ما غاديش نكذبوا حنا على الناس، لأنه كيف كنقولوا الكذب حبل قصير، فرمتني بدائها وانسلت سيدي النقيب السابق بوعشرين. التهم هي كالتالي، قلت صك الصك شنو فيه؟ صك الاتهام فيه 6 ديال الجنح. المشاركة في الدخول إلى نظام، هذه أول جنحة. الجنحة الأولى، المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال. ثانيا، المشاركة عمدا في عرقلة سير النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته. ثالثا، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال وأشخاص وصورهم دون موافقتهم. رابعا، بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم. خامسا، المشاركة في بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم. وسادسا، التهديد. هادشي كان ابتدائيا، وهادشي غنعطيه لكم من الحكم الابتدائي ومن القرار الاستئنافي، غادي تعطيه لكم من الملف كامل. ها هو عندي كيف قلت لكم، هذا ابتدائيا في 80 صفحة. السيد النقيب بوعشرين وراكم 2 ديال السطورة وقال بركة. علاش كتبت الحقيقة؟ يعني فالأحكام التي، أو يا ربي، الجنح التي توبعت وتمت مؤاخذتها ومعاقبتها هي الجرائم التالية. أولا،
المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية، هذه كاينة دابا ثابتة كاينة، ما غيحيدها شي واحد. سعيد أختي إلا اعتذرت لك الدنيا باطلة. عافاك باقي ما كملتش التهم اللي باقة، هذا هو المهم. لأنه قال لكم ثلاثة تهم اللي أسقطت عنها وقال لكم راه بريئة، لا خاصكم تعرفوهم. المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال. هذه الجريمة الأولى. الثانية بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة، شوف قصد المساس بالحياة، قصد المساس بالحياة الخاصة وبالأشخاص بقصد التشهير بهم. الجريمة الثالثة هي المشاركة في بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم، واحدة فيها البت واحدة فيها المشاركة، وكذلك المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة. أين البراءة يا سيدي النقيب السابق؟